نعم. أهلا بك سيدي. بخصوص ما تعلق بما أفرجت عنه وزارة التربية عن قرار الوزاري الذي يتضمن كيفيات تنظيم الجماعات التربوية وكذلك منع الخمار وكذلك النقاب. في حقيقة الأمر هذا مشروع قرار وزاري لوزارة التربية يحدد فعلا كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، وهو قرار قديم غير أن هناك تعديل يمسه، حيث نجد في المادة 46 في الفقرة الثانية بالذات تنص على ما يلي: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات. الظاهر في هذا النص هو محاربة الغش، إلا أن المستهدف بكل أسف من هذه الفقرة هن التلميذات المحجبات لاستعمالهن الخمار الذي يعتبر وسيلة غش حسب مشروع هذا القرار. أما بالنسبة للمادة 71 فهي تنص كما يلي: في الفقرة الثانية أيضا يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف، لما نقول يحول بمعنى يمنع التعرف على هوية الموظف، ويفهم من هذه الفقرة منع اللثام الترقي وكذلك النقاب سواء كان لأستاذات أو موظفات أو عاملات، والمستهدف طبعا هو اللثام والنقاب. وأضيف وقد أسر لي أحد الحاضرين بأن نقاشا حادا وصل حد الصدام حول هاتين المادتين، ويبقى أن هذا مشروع ما زال إلى حد الآن لم يخرج إلى الواقع، ولكن ليعرف الجميع ما يخطط في وزارة التربية بكل أسف، فبعد كل الفضائح التي تكلمنا عنها آخرها البسملة والقرص الذي يتضمن رموز للماسونية، ها نحن وصلنا إلى أننا أنه ينزع الحجاب لبناتنا. حمراوي، حتى نزيل اللبس بخصوص الخمار، هل كل من ترتدي خمار يعني المتحجبة هي المعنية بإزالة الخمار، أو الخمار بشكل يعني من تضع الخمار بشكل عادي يعني ليس للتحجب؟ المادة واضحة وصريحة تقول بالحرف الواحد: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول بمعنى يمنع لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات. ولقد كان النقاش حادا يوم حضور كل النقابات، وأن الهدف الأساسي هو الخمار باعتبار هذا الخمار وسيلة من وسائل الغش، بحيث يستعمل فيه وسائل حديثة من أجل الغش. إلا أن السؤال المطروح: إذا كان الخمار يسبب الغش فماذا نقول هناك بعض من الذين من البنات اللائي يغشن ويرتدن لباسا قصيرا ويكتبن حتى في أفخاذهن، كيف يمكن لنا محاربة مثل هذه الظاهرة؟ أعتقد أن العلاج الحقيقي لظاهرة الغش لا تتم بهذه الطريقة، أو مس رموزنا الوطنية أو ما تعلق بمظاهر ديننا الحنيف. وبالتالي أؤكد بأن هذه الممارسات غير مقبولة ومرفوضة جملة وتفصيلا، بأنه في آخر المطاف بعد هذا المشروع في أصله هذا القرار الوزاري نظمه الدكتور علي بن محمد في سنة 1990، والآن في كل ما له علاقة بالقضايا بالصلة بالقضايا الوطنية، وهذه القضايا فإنه دائما تعود فيه السيد الوزير للمراجعة والتنقيح والتعديل حسب ما تريد. سيدي، يعني بوضوح تام أن المتحجبة مجبرة على نزع خمار أثناء الامتحانات تفاديا للغش. نعم، هذا ما تنص عليه هذه المادة، والسيد الذي أسر لي قال لي بأن نقاشا حادا وقع في هذه النقطة بالذات، وهذا هو الهدف ولا يوجد هدف آخر. عمراوي مسعود، قيادي في نقابة الأنباف ونائب برلماني، بخصوص كذلك من حضر هذا الاجتماع، هل من تفاصيل تذكر أيضا؟ نعم،